هاي يا جماعة، عرفت لكم مكان لسه فاتح في التجمع الأول اسمه فاجانزا. بصراحة المكان مميز لأنه عامل كل حاجة هناك بهاي كواليتي، ففي هناك رومز للبلاي ستيشن وكمان تقدروا تشغلوا موفي انتوا واصحابكم، وكمان عندهم كذا جيم هناك زي البلياردو والفوت سوكر والهوكي. جربت كذا حاجة هناك، أولهم الدرينكس، وطلبنا أول حاجة موخيتو ريد بول بيريز وباشن فروت، بس كده كده بصراحة الريد بول بيريز كان أجمد بكتير. نيجي بقى للأكل، أكلت كذا حاجة هناك. هم هناك ميلي مميزين بالوينجز، فجربت الباربيكيو والبافلو. أحسن حاجتين في الوينجز إن الفراخ كان طعمها نظيف جدا، وكمان بيحطوا صوص كتير قوي في الطبق. وكمان طلبت التشيز بيف برجر، وزي ما انتم شايفين هو بيحط 2 بيسز، وأحلى حاجة إن كان طعم البيف أوريجينال مش طعم التوابل فيه كان أكتر. وفي بقى حاجة جامدة قوي إن هو بيخيرك يا إما تاكل ويدجز مع البرجر يا اما تطلب فرايز. وجبنا بقى فرايز عادي لما طلبنا التشيكن برجر، كان طعمه بيزك بس شويه، بس برضو السايز لذيذ، وعملنا شير انا وصاحبتي. برضو عندهم باستا كورنر، بس عاملين بقى حاجه جديده قوي وهي فاجانزا باستا، ودي بتبقى بطعم الاسبريسو، وهي حاجه مختلفه حبتين بس عجبتني بصراحه. اخر حاجه جربتها كانت البيتزا مارجريتا، كان طعمها حلو وكان طعمها فريش، بس كنت حاسه ان هم مميزين اكتر في الوينجز. من احلى الحاجات ان هم عندهم فرايتيز كتيره قوي للدرينكس. برضو مش عايزين ننسى الشيفس على الاكل التحفه ده، ويا ريت تروحوا وتجربوا وتقولوا لي ايه رايكم.